اعتداءات متكررة تتعرض لها حرمة الميت في مقبرة تل إربد بدءا من إلقاء النفايات مرورا باعتداءات البعض من أهالي مخيم إربد وليس انتهاء بتحطيم شواهد القبور والدفن يتواصل فيها رغم إغلاقها منذ سنوات رؤية استجابت لشكاوى الأهالي الذين تحدثوا عن الاعتداءات المتمثلة بالإهمال من ناحية النظافة وما وصفوه بالتقصير من المعنيين في بلدية إربد الكبرى مع تكرار التعدي على حرمة الموتى من خلال نبش قبورهم وبناء قبور أخرى فوقها مطالبين برفع الأسوار وتجديد الرقابة بهذا أوضحت بلدية إربد الكبرى بأنها تقوم بحملات نظافة دورية كما تعهدت بإجراء ما يلزم في القريب العاجل بطالب من مدير مدير بلديه اربد انه يشوفه يجي يشوف هالمكره الصحيه اللي هو اللي صاير بالمقبره من وراء الناس اللي بزت زباله على المقابر بطالب بحارس للمقبره اول شيء عشان ما حدا يدفن هون عشان انه ايش هون صار كل الناس كلها تدفن فوق بعضها يعني الواحد اللي صار له عمره 15 سنه ميت بيجوا بحفروا القبر بنبشوه وبدفنوا فوقيه بيلاقوا عظام ميت هاي حرمه ميت هاي مش حرمه دار المقبرة اللي عم نحكي عنها إحنا هي مقبرة مغلقة مغلقة بالكامل وتوقف في ترخيص الدفن فيها إلا أن هنالك بعض البعض البعض القليل جدا طبعا من أصحاب الأسباقيات وناس خارجين عن القانون يقومون بهدم تلك الأسوار وفي حاليا مطالبات برفع الأسوار أكثر من ذلك وإن شاء الله بلدية الكبرى راح تمضي بهذا العمل خلال الأيام القليلة القادمة أو خلال الفترات القادمة بدنا نحدد موعد لكن البلدية راح تظلها دائما ومتابعة على شؤون المقابر والحفاظ على حرمتها والحفاظ على عدم دخول لها من, من من عده نواحي سواء كانت من رمي النفايات او سواء كانت من الايام البشريه فان شاء الله موضوع الكلات راح ينتهي باقرب وقت ان شاء الله لكن احنا ندعو الاخوه المواطنين انه نحافظ كمان احنا نساعد لانه بلديه ابن كبرى لوحدها لا يمكن تنهي هذا الامر